هبتدي معاكم حلقتنا. وحشتوني جدا يا ستات ويا بنات. النهارده موضوع حلقتنا عن ايه؟ بصراحه احنا محضرين فقرات كتير قوي، بس انا حابه اتكلم عن هوس المكياج. هوس المكياج اللي البنات بجد بقوا طول النهار والليل بنحلم بالمكياج، والفيديوهات اللي نازله على انستجرام وعلى الفيسبوك جننتنا يا ستات. انا بتمنى ان كل الناس اللي بيشوفوني بجد دي حاجة بتفرحنا، ان احنا يبقى شكلنا حلو وضحكتنا حلوة ورموشنا حلوة وشعرنا شكله حلو. بس انا هقول لكم تجربة شخصية ليا. البنات اللي بيشوفونا عندهم 16 و17 و18 سنة لحد ال 25، بجد دي احلى فترة ليكم، وبشرتكم ناعمة وصافية ومورده كده زي ما بيقولوا. وال 25 بقى خلاص احنا بنبتدي نكبر ونعقل، فالفتره دي انتوا بتستهلكوا قوي شعركم، وبتستهلكوا قوي رموشكم، وبتستهلكوا قوي بشرتكم. فليه يعني ليه نضيع احلى فتره احنا المفروض ما نحطش فيها مكياج خالص ونستمتع بده؟ انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده اي واحده بتشوفني دلوقتي يعني نعم انا هنزل الجامعه من غير ما احط مكياج، انا هنزل اروح الشغل. انا كنت زيكم، ما كنتش بنزل من بيتي الا المسكرة دي، رموشي دي لازم تبقى يعني كده مترين فوق زي ما بيقولوا، وشعري لازم اصبغه ولازم اعمله، واهلي يتخانقوا معايا يقولوا لي يا بنتي حرام عليكي، يا بنتي حرام عليكي شعرك، يا بنتي حرام عليكي بشرتك. الواحد لما بيكبر بيعرف ان في وقت، في وقت، والحاجات دي فعلا احنا هنبقى عاوزينها تعيش معانا اطول شويه ويبقى شكلنا حلو. ولما يبقى عندي 50 سنه يبقى شكلي لسه في الثلاثينات، ولما يبقى عندي 30 سنه يبقى لسه شكلي في العشرينات. لما احنا بنستخدم شعرنا بدري، بنستخدم بشرتنا بدري، ودايت ومفيش رياضه ومفيش اسلوب حياه صحي، صدقوني الناس بقى ساعتها لما توصلي في الثلاثينات الناس هتديكي عمر الاربعينات. انت يعني كام سنه؟ 30. ايه ده، ايه ده شكلها 40، ايه ده هي عامله في نفسها ايه؟ ده حقيقي، لان احنا بنبقى استهلكنا كل حاجه بدري. فحافظوا على الحاجات دي وعيشوا سنكم واستمتعوا قوي بالطبيعه وبالحاجات الطبيعيه اللي في شكلكم، علشان لما تكبري وتبقي في الثلاثين انت هتبقي محتاجه تعملي مكياج. انا دلوقتي ما بقتش اعمل مكياج الا في الشهر، علشان خلاص حاسه ان انا زهقت منه، مع ان دي الفتره اللي ولا حد هيقول لك انت ليه ما بتحطيش، ما انت خلاص بقى يعني اهلك هيشوفوا ان انت واحده كبيره فما حدش هيتكلم معاكي، لكن انت هتبقي من جواكي خلاص، ما انت بقالك 10 سنين اصلا بتعملي نفس الحاجه. ناس كتير انا بطلت اعمل شعري في حتى في التصوير، يعني مثلا لو عندي في الاسبوع مثلا هصور 5 6 ايام، لا بعمل شعري مره واحده في الاسبوع وخلاص، شكرا مش هعمله تاني، علشان انا استهلكت شعري جدا وانا صغيره. ما سبتش نفسي لما ابقى في السن ده ابقى عندي بقى ايه الشعر التقيل قوي الناعم اللي مش محتاجه ان انا يبقى مقصف او خفيف او هيخف او او او. فانا بديكوا نصيحتي، انا وانا صغيره شعري تقيل وطويل، وكانوا البنات في المدرسه يمشوا ورايا ممكن تفكي شعرك، عشان كنت دايما ببقى رابطها لفوق، ممكن تفكي شعرك، ممكن توريه لنا. ما كنتش بصدق كلام مامتي وبابايا. فانا بقول للبنات اللي بيشوفوني قولوا لي انصحينا، انا بحبكم جدا، والحاجات الطبيعيه اللي احنا بنعملها دي بتحافظ، لكن مش هتغير لو انت كل يوم بتعملي شعرك وبتعملي حاجات طبيعيه مش هتجيب نتيجه. لو انت طول النهار بتعملي ماسكات وكل يوم بتحطي مكياج وانت نازله الصبح الساعه 10 الصبح و12 الظهر مش هتجيب نتيجه، انت بتستهلكي قوي. فبلاش ان احنا يبقى عندنا هوس المكياج وهوس التجميل زي ما بيقولوا، ونعيش شويه بالطبيعه علشان الطبيعه تكسب والله. يلا نبتدي حلقتنا، وفي فقرات كتير قوي ان شاء الله تستمتعوا بيها. هنتكلم على ازاي ان احنا نحافظ على نفسنا يا سيدات من شبح مرض سرطان الثدي، ودي فقرة مهمة جدا. كمان هنتكلم على ازاي ان احنا نعمل شفط الدهون، وازاي كمان نقدر ان احنا جسمنا يبقى متناسق، وكمان ازاي نحل مشكلة العقم، وازاي نعيش زي ناس بيعيشوا لتسعين سنة وشكلهم في الخمسينات، بيحملوا وهم لسه في سن الخمسين. تفتكروا؟ تفتكروا في ناس كده فعلا؟ في ناس كده فعلا، هنشوفهم في أول فقرة في الفقرة اللي جاية.